عندي انا شويه عندي صداع وايد براسي ومريضه وكل شيء يؤذيني هذا الصداع. العام انا ظليت مطلوبه يومين من رمضان. نعم. ويعني هذا العام من رمضان صمته يعني كلف عليه كلش كلش يوميه يطيحني هذا الصداع، وظل اليومين ظليت عباره قدام رمضان السنه ما قدرت اصوم الواحد اليوم واحد ما قدرته، وهسه برمضان انا صايمه. اي هسه شلون اليوم انا اللي ما صمته اظل انشن اوطي كفاره عليه؟ خلاص تستطيعين تقدرين بعد رمضان ان تقضي يوما بدله؟ هو طال عمرك تقدرين تستطيعين طال عمرك وايد ممنون. خلاص الله يقبل منك بعد رمضان ممنون. اقضي عنه يوما واحدا، واذا استطعتي تطعمين عنه يوما فهو امر حسن ايضا، اذا ما استطعتي يسقط الاطعام ويلزمك القضاء فقط.